مرة تانية برحب بحضراتكم وأهلا وسهلا بيكم كل مشاهدي الكرام. كلامنا دلوقتي هيكون على جزء مهم من المجتمع المصري، وفي أي مجتمع على فكرة في هذه الشريحة، الشريحة اللي عندها جزء كده من مش هنقول إعاقة ولكنها جزء بيخليها تتأخر شوية في مسيرة حياتها، في اللي بيمنعها عن مسيرة الحياة اليومية بشكل طبيعي. الجزء دول أو الناس دول احنا بنهتم بيهم اهتمام خاص، ويمكن الاهتمام زايد كمان في الفترة أو في الأونة الأخيرة. كان لدينا اهتمام كبير بهذه الشريحة، حتى أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عام كاملا لرعاية هؤلاء أو هذا الجزء الكبير الغالي علينا من أبناء الوطن. الأمور لم تتوقف إلى هنا، لدينا أيضا الكثير من المسارات اللي بتتعمل، لدينا كثير من المساندة من قبل الدولة، أيضا من قبل المجتمع المدني وكل المؤسسات الخيرية اللي هي بتشتغل معاهم بشكل بقى يومي وبشكل متفاعل أكثر وأكثر. دور المجتمع المدني دور مهم جدا، خصوصا لما يتفاعل مع هذه الشريحة اللي محتاجة الكثير من المساندة، الكثير من التعاون والدعم. طبعا ده هنعرفه من ضيفتنا الكريمة أستاذة إنجي إبراهيم، رئيس إحدى الجمعيات المتخصصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. أستاذة إنجي أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة نادية. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وكلنا طيبين. وطبعا أعضاء الجمعية بكل ما فيها من أكبر شخصية لأصغر فرد بيشتغل فيها، يا رب تكونوا كلكم بخير. وحضرتك طيبة وخير. أدوا دور مهم جدا. أكيد طبعا. الحقيقة كلنا المفروض نكون لنا أيادي معاكم في هذه المساهمة بأي طريقة بأي شكل يعني. إن شاء الله. لكن لو جينا اتكلمنا عن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وزي ما قلت كده في البداية إن كان في سنة كاملة أفردت لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر لم يتوقف إلى هنا. لا طبعا. في كتير بتعمل. لا طبعا. السنة دي كانت فارقة جدا في الملف كامل ذوي الهمم على مستوى المؤسسات ومستوى الدولة عموما. يعني طبعا بعد ما فخامة الرئيس طبعا أطلق أول مبادرة لذوي الهمم عموما في كل بكافة الحالات المختلفة، مفيش بعدها على طول الدولة بمؤسسات مجتمع مدني بدأ كله يتحرك يعني لإعادة صياغة هذا الملف المهم. احنا كمجتمع مدني بدأنا نشتغل بمنظور يعني طبعا يتبع للدولة، لكن احنا واحنا شغالين اكتشفنا حاجات الحقيقة، ودي بجد يعني اقولها بصراحه. لا احنا اللي طلعنا معوقين على فكره. لا دي حقيقه. على فكره نسبه الذكاء هي ما بتبقاش مش بتتقاس بالثقافه او كده، بالعكس الولاد دولت او الفئه دي نسبه الذكاء بتكون عندهم عاليه ونسبه التركيز بتكون عاليه، لكن الشغل عليهم او الشغل معاهم او التعامل معاهم هو محتاج نقاء، لان هو في الاول وفي الاخر هو عباره عن روح هي محبوسه. دور المجتمع المدني او دور المتخصصين هو بيطلق الروح دي. الروح دي بتبدع. احنا شفنا من خلال شغلنا شفنا حاجات كتيره جدا وقصص نجاحات كتيره جدا المجتمع اظهرها، وخصوصا المجتمع المدني اظهره بشكل جيد، مش جمعيتنا احنا بس، على مستوى مؤسسات ودوله كتير، قاعده كبيره جدا ظهرت الحقيقه يعني. لكن زي ما قلت كده هم لديهم يعني حاجات كتيرة قوي حلوة جدا يحسسونا قصادهم ان احنا لا دي حقيقة. لا 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 بالعكس. في انشطة كتيرة احنا اشتغلنا عليها كمجتمع مدني. التحدي عندهم قوي جدا. تحدي انا مش منافسه. احنا دايما لما بنيجي كاسوياء يعني ده انا احنا عشناه بجد، بنتعامل في منافسات، لكن عندهم في تحدي مش ما فيهوش منافسه، روح حلوه. انا عاوز ابقى انا عاوز يتقلي برافو، عاوز اسمع كلمه حلوه، عاوز اشوف وش ماما بابا الميس فرحان بيا. ده يعني ابسط حاجه بتسعده. نعم. وابسط حاجه بتتقدم له هو بينتج فيها جدا.
يمكن عشان كده هم فعلا لديهم طاقات اقوى مننا بكتير، لان ما عندهمش المعوقات اللي عندنا اللي هي زي ما بتقولي كده التنافسيه بشكلها القميء او شكلها السيء. الروح حلوه جدا، انا زي ما وحسد زي ما قلت لحضرتك كده هم بيكون، وده مصطلح كابتن مدحت حسن دايما بيقوله رئيس مجلس اداره الجمعيه، هم عباره عن روح محبوسه. الله الله صحيح، يعني روح جدا. وروح حلوه يعني ملائكه ربنا على الارض. كفايه بس بقى كمنظمات للمجتمع المدني وكجمعيه خيريه لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه بتقدموا لهم ايه بقى استاذه ايمن؟ اولا في متخصصين في الجمعيه، وفي جمعيه كمان شريكه معانا ومؤسسه شريكه معانا متخصصين في التخاطب وكل التخصصات اللي هي تؤهل ذوي الهمم، كما اطلق عليهم فخامه الرئيس وكان مسمى جميل جدا وراقي جدا ذوي الهمم. هم متخصصين ان هم في التخاطب، ان هم يخلوهم يتكلموا في المهارات، ان هم يقدروا يعملوا يعني يعملوا حاجات مسائل الحسابيه وبيكونوا اسرع مننا. انا شفت حاجات يعني الحقيقه غريبه جدا. احنا بقى عشان انا مش تخصص فحبينا ان احنا نشارك القصه دي، ف اجتمعنا كأعضاء مجلس جمعية، حطينا برنامج اسمه بسم الله نسيت والله. طيب برنامج النجوم، صناعة النجوم لذوي الهم. صناعة النجوم لذوي الهم، حبينا نعمل ناخد من كل فريق نجم. في متلازمة الدون دايما بتكون عندهم الرياضة عندهم حابينها. السنة اللي فاتت طلعنا نجم النمر الأبيض جبل موسى في سانت كاترين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبرعاية رئاسة الجمهورية. السنة دي عملنا رحلة لمتلازمة الدون برضو، بس أخدنا برضو البطل ياسين، وتم تدريبه على مدار 4 شهور على ركوب العجل، وطلعنا بيه جبل الجلالة طبعا بالتعاون مع الهيئة الهندسية ووزارة التضامن الاجتماعي. نعم. وتم تدريب ياسين كان المفروض في فريق، احنا كنا عاملين عملية دمج 25 ذوي احتياجات والباقي أصحاء. الدمج ده عمل معهم روح من التنافسية شوية، بس كانت روح حلوة. ياسين طلع جبل الجلالة، جبل الجلالة هم 40 كيلو من كارتة الجلالة لغاية الجبل فوق، هم 42 كيلو بالظبط، تلاقيهم في 3 ساعات ونص. ما شاء الله. ده هايل قوي. طب يعني حتى غير الوقت القياسي، يعني عملية صعود الجبل بدراجة دي حاجة صعبة قوي جدا جدا يعني جدا على فكرة. وياسين في، واحنا طبعا لو في فيديو كان بين اكتر كلامي كان هيكون واضح اكتر. الفريق كان معانا فريق كبير جدا بالعجل، فكان كل يعني 10 كيلو كده، فكانوا بيتعبوا فينزلوا يريحوا ويرجعوا تاني وينزلوا يريحوا. الوحيد اللي كمل طبعا كان في استراحات متقطعه شويه، الوحيد اللي كمل لخط النهايه هو ياسين. عنده كم سنة؟ ياسين عنده يعني 16 سنة ما شاء الله. يعني بتقولي عملتوا له يعني عملية تدريب تدريب لمدة 4 شهور كاملة، فريق كامل متخصص في التخاطب وفي الرياضة، وفي متخصصين في عالم العجل مسكوه يوميا بيتدرب، كان يوميا بيتدرب وكان يطلع على طريق الجلالة هو أصدقائه يتمرنوا على الطريق بشكل عام عشان وقت يوم الحدث بالظبط ما يكونش الطريق غريب عليه. فده فرق كتير جدا مع ياسين ومع اصدقائه، وحاليا هم الكل دلوقتي بقى نظام انا البطل اللي جاي. انا البطل اللي جاي، احنا كل سنه من خلال برنامج صناعه النجوم كل سنه لنا بطل.
دلوقتي الحمد لله محمد او النمر الابيض كما اطلقنا عليه اللي طلع جبل موسى في سانت كاترين، محمد دلوقتي بنأهله ان احنا برضو هنعمل له حاجه ان شاء الله، يعني حاجه مختلفه مش هينفع اعلن عليها دلوقتي، لكن احنا بنعد لمحمد برضو حاجه، لان احنا ما بنطلعش بطل وبنسيبه ونقول له خلاص كمل، لا احنا بنفضل معاه لغايه ما يكمل يوصل هو بعد كده اللي هو يلعب باسم مصر. البطل ده هيلعب بعد كده باسم مصر. نعم. في نعم. احنا دلوقتي نجحنا مع 2 فقط. وان شاء يعني الله يدخل بقى في بطولات ان شاء الله جمهوريه ان شاء الله. طيب ان شاء الله. بس انتوا كده يعني على ما اعتقد انتوا ممكن تشاركوا في انظمه رياضيه اخرى. اكيد. يعني ممكن مثلا انه يلعبوا مثلا كونغ فو، كيك بوكسنج مثلا، يلعبوا حاجات من دي ان شاء الله. هو اللي بيطلب ولا انتوا بتقولوا له ايه؟ لا هو احنا لا 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 مش موضوع هو اللي بيطلب او احنا اللي بنقول له ايه رايك، هو الفريق المتخصص في عالم الرياضه معاهم هو اللي بيحدد من خلال البنيه الجسمانيه بتاعته هو ممكن ينفع في ايه. في بينفع في البوكس، في بينفع في السباحه، هو اللي بيحدد البنيه دي ممكن يعني ده هنشتغل عليه في انه مجال. مش احنا اللي بنحددها، خصوصا ان احنا بنعمل طبعا كشف طبي كامل عليه بحيث عشان يعني نبقى مطمنين على صحته في جميع المراحل اثناء التدريب. نعم. استاذه انجي اغلبهم تقريبا بيميلوا للرياضه، للمجهود البدني اكتر. جدا. في حد كان له مثلا يعني حاجه تانية، في حاجه فنيه مثلا، ابتكارات او حاجه مثلا بعيده عن المجهود العضلي ذات نفسه؟ هو في عندي موهبتين، في القاء شعر، دولت مش متلازمه الداون، دول إعاقة حركية. في إلقاء الشعر وفي غناء، وأصواتهم حلوة، وإلقاء الشعر كمان تواشيح دينية ما شاء الله حاجة حلوة جدا، الصوت بتاعه قوي جدا ما شاء الله يعني، وده برضو بيتم تأهيلهم للفترة اللي جاية. يعني احنا البرنامج احنا كل سنة بنعمل سبوت على واحد بحيث ان هو ياخد كل اهتمامنا وياخد حقه كامل قدام، يعني احنا بنوفر له الميديا وبنعمل له الايفنت بتاعه او اليوم بتاعه على اعلى مستوى. نعم نعم. عمليه الدمج ان هم يبقوا في حاله يعني سلسه جدا في التعامل مع كل الناس في كل الاماكن في كل المحافل، في زي ما اشرتي كده مجال رياضي مجال فني مجال، احنا يعني الى اي درجه احنا كمجتمع بيسهل لذوي الهمم وذوي الطاقات عمليه الدمج داخل النسيج المجتمعي؟ شايفه ايه استاذه انجي؟ احنا ناقصنا حاجه؟ يعني هل ثقافتنا بتقبل التعامل وبتقبل ان احنا نمد ايد المساعده للناس دي عشان ندمجهم اكتر، ولا احنا بنتعامل ازاي؟ الحقيقه هو ده كان موجود زمان. يعني في عده سنوات فاتوا ده كان موجود، لكن حرام ان احنا نقول ان هو يعني اصبح موجود دلوقتي وبقى نسبته قليله جدا، لان الحمد لله الوعي زاد. حتى في خلال الاسر، اي اسر بيكون عندها حاله ذوي احتياجات بيتم التعامل معها من خلال يعني المؤسسات المجتمع المدني، بيأهلوا الام يعني ازاي تتعامل مع طفلها ذوي الاحتياجات وبشكل علمي. وده انا شفت نموذج ام بقت تدرس تخاطب وبقت تدرس لغة الإشارة علشان تتعامل مع أولادها 2، ودي حاجة كويسة جدا لدرجة أنها وصلت لغاية الدكتوراه علشان تعرف تتعامل كويس مع أولادها. الدمج ده هو نجح جدا، مش منجحش، بدليل ان في مدارس، المدارس الفكريه، وفي بعض المدارس بقى فيها بعض متوفر فيها بعض الفصول فيها دمج. الدمج ده بيفيد مين؟ بيفيد الولاد ذوي الاحتياجات اكتر. في بعض ممكن بس دي بتبقى انا بسميها فرديات ما بسميهاش قاعده، لكن القاعده اللي انا شفتها واللي انا تعاملت معاها الحقيقه ما لقيتش نسبه كبيره. لا لا لا، النسبه قليله جدا، لان خلاص بقى في وعي، الانترنت والمؤسسات والبرامج بقت كتيره جدا وبشكل يعني خلت في وعي في كل بيت.
يعني أصبح دلوقتي ثقافة المجتمع متقبلة جدا وعندها كمان طريقة وأريحية في التعامل، يعني ما يعني ما فيش اللي هو لأن أنا أتجنبه، طب أنا أبعد عنه، لا طب لا أنا لا ما أنا ما شفتش ده أنا عن نفسي ما شفتش ده. بالعكس الولاد الأمهات كانوا زمان ممكن يعني ما بيعترفوش أصلا إن في حد من ولادهم عنده إعاقة، لكن دلوقتي لا، ده ليهم حقوق وقوانين اتعملت علشان خاطرهم. لا ده خدوا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني فخامة الرئيس بقى يعني عمل لهم دور قوي جدا. بالعكس ده ظهورهم أو الاعتراف بيهم خلى أسر كتيرة جدا نجحت. أنا شفت ده مع النسبة دي قلت. نعم قلتي خلى أسر كتير نجحت، يعني الأسرة لها دور كبير قوي جدا في التفاعل مع يعني مع هذه الشريحة، وأيضا كمان إنها تخليهم يندمجوا أكتر مع المجتمع، وبدل ما تبقى حالتهم مثلا بهذه الدرجة، لا ممكن إنهم يبقى عندهم مهارات يكتسبوها، فتبقى درجة وعيهم واندماجهم مع المجتمع أسرع. أكيد على ما أعتقد أكيد يعني أكيد الأسرة حتى مش مع ذوي الاحتياجات فقط، الأسرة عموما دايما الأسرة هي نمرة واحد في بناء أي شخصية، سواء طفل يعني من الأطفال الأصحاء أو ذوي الاحتياجات. الأسرة هي عامل مهم جدا، لأن هو أول متلقي لأي طفل سواء سليم أو ذوي احتياجات، هو بياخدها من مين؟ من الأسرة، وخصوصا من الأم. الأم لما بيكون عندها وعي الطفل بيطلع مكتسب الوعي بتاعه من الأم، فبالتالي الأم نفسها لما بيكون عندها وعي وبتكتسبه من مؤسسات. حتى لو اتكلمنا عن الفئات المهمشة اللي هي هنقول الأمهات اللي هي مش متعلمة، ما راحتش مدارس، لكن الأمومة نفسها هي اللي بتحركها صدقيني. لما أم من مع يعني ما عندهاش الوعي، أو لكن حابة ان هي يكون عندها وعي وتروح لمؤسسة او لجمعية وتتعلم ازاي تتعامل معاه، ما هو ده الاساس. انا دايما الام او البيت هو اول حضانة لاي طفل سواء سليم او معاق. يمكن كمان في يعني نمط او حالة يمكن لفتت نظرنا جميعا على ما اعتقد، الطفلة رحمة بدأت انها يسلط عليها الضوء، وبدأت انها تدخل في فعاليات طبعا وبعد كده بقت مذيعه، بقت اعلاميه لا لا كمان دي في احدى دي القنوات احنا كلنا يعني. دي كانت فخر بصراحه، يعني انا عن نفسي ما بشوفها، انا فخوره بها جدا. مع ان هي ما تعرفنيش، بس انا ببقى فرحانه قد كده. انت تحديتي نفسك، تحديتي حاجات كتيره جدا عشان توصلي لحاجه، انت محتاجه مجهود، محتاجه سرعه بديهه، محتاجه انا نفسي ما اقدرش اكون مذيعه يعني. طيب هل النموذج يعني الطفله او هنقول بقى الانسه يعني رحمه او الاعلاميه بقى الزميله رحمه دي، لما بيشوفوها يعني الناس اللي موجوده من الموجودين عند حضرتك، هل بيدركوا ان هي مثلا زيهم؟ يعني هي عندها برضو على ما اعتقد متلازمه داروين، على ما اعتقد شوية برضو نسبه بسيطه. هل هم بيحسوا برضو ان هي اول ما بيشوفوها بيعرفوا بيدركوا ده؟ واذا كان كده يعني الامر ده يعني انتوا بتشاوروا لهم بتقول لهم شفتوا بصوا اهي انتوا تقدروا تبقوا زي دول؟ هقول لحضرتك حاجه. انا بالنسبه للمنطقه اللي احنا كلنا بنشتغل فيها، انا رحمه مثل اعلى، لكن انا مش محتاجه اشوف يعني اشاور لهم على مثل اعلى قدام شاشه. انا محتاجه اعمل لهم مثل اعلى حي منهم، من خلالهم، صاحبهم، قريبهم، جارهم. المثل الأعلى ده لما نشتغل عليه كويس ويكون في استجابة ويكون في وعي من الأسرة ومن الطفل نفسه، هو عاوز يبقى حاجة ويلاقوه قدامهم بقى بطل في حاجة. لأ أنا محتاجة أشتغل عشان أكون زي ياسين، زي محمد، زي أحمد، زي حد قريبه.
انا بتكلم في النطاق اللي انا اعرفه، لكن رحمه مثال يعني مثال جميل على مستوى الدوله. الدوله نجحت، احنا الحمد لله الدوله نجحت في رحمه، بقت مذيعه ولها برنامج وحد مشهور. هي الدوله استجابت لطفله كانت موهوبه قوي، لكن النجاح الحقيقي هو للاسره. بالظبط، هو ده اللي انا كنت بقوله. يعني لقتها عندها امكانيه ففتحت لها المجال، لكن الاسره هي اللي حفزت. بالظبط، نعم بالظبط، هي الاسره دي نمره واحد. ما ينفعش، هي رحمه ما طلعتش لوحدها، رحمه كان وراها ماما، كان وراها بابا، بيدوها دفعه، بيشجعوها، بيكملوا معاها حاجات، بيساندوها في حاجات، بيقووها لما تضعف. دي الاسره، ده الحضانه، اول حضانه ليها. فرحمه ما طلعتش لقيت نفسها مذيعه مره واحده. رحمه مرت بمراحل كتير، ورحمه وقعت في حاجات، تعبت في حاجات، فكانت بتلاقي ناس تسندها، ناس بتحبها وناس مؤمنه بيها. هو ده دورنا، هو ده دورنا كمجتمع مدني. حاسس ان الفئه دي فئه مهمه جدا. تواجدها، اولا تواجدها في وسطينا، بصرف النظر كشغل مؤسسة أو جمعية أو حتى دولة، صدقيني الروح اللي بيعملوها في حاجة حلوة بجد، بتخرج طاقة جميلة بتخرج منهم، وشوشهم طيبة قوي. في هو ما بيحبك، هو بيحبك، هو مش محتاج يمثل عشان يقولك أنا بحبك. فالمشاعر عندهم حقيقية، فأنت بتتعاملي معهم بتلقائية. فالتعامل معهم يعني أبسط مما تتخيل. هايل قوي. لو جينا اتكلمنا عن التمكين، ويمكن ده أيضا كمان فرصة بتمنح بقى من الحكومة، من يعني السياسة القائمة عليها سيادة الرئيس، بأن يبقى لهم نسبة تمثيل في البرلمان. طبعا. ويبقى لهم أيضا كمان يعني جزء مهم في عملية التمكين. طبعا. ده قد إيه بيساعدهم؟ عندهم فكرة عن ده؟ طبعا. أنا كنت قريب في مؤتمر للمجلس القومي للمرأة، فكانت دكتورة هبة هجرس، يعني أكيد حضرتك سمعنا، دي كانت مثال يعني حد إيه ما شاء الله عليها، إيه القوة وإيه الجمال وإيه الإيجابية وإيه التفاعل وأفكار وطاقة ما شاء الله ملهاش حدود. لا بالعكس، القوانين هو إحنا كنا الأول 5% كتشغيل، لا هي زادت على فكرة، ومش زادت في برلمان بس، ده زادت في حكومة وزادت في مؤسسات وزادت حتى في يعني الاهتمام وصل لغاية الشارع، أماكن خاصة ليهم، الاهتمام وصل لغاية الباصات الخاصة بيهم، المنشآت الحكومية أو حتى النوادي أو الأماكن السياحية بقى ليهم أماكن خاصة بيهم. لا الاهتمام زاد جدا وملحوظ. هل في حد من عند حضرتك في المؤسسة نفسه يبقى عضو برلمان؟ هو في حد مش في المؤسسه، هو هو من المنطقه على فكره. كان في حد متقدم فعلا ان هو لعضويه البرلمان، بس هو يعني الحظ ما يعني ما كانش معاه شويه، لانه كان اول مره وكده، والمنطقه عندنا صعبه 3-4 شويات يعني، فما يعني الحظ ما ساعدوش في القصه دي. لكن ان هو محتاج يعني قدم واجتهد واشتغل على نفسه، دي كانت حاجه انا نفسي كنت مبهوره بيه، وكان نفسي ان هو ينجح جدا. يعني كمثال ابن منطقه ذوي الاحتياجات بقى عضو في البرلمان. هل انتوا بتتواصلوا معاه؟ طبعا كجمعيه. طبعا. طبعا احنا يعني احنا اصدقاء. بيجي يزور بقى طبعا بيجي يزور ويتعاون معانا. وعلى فكره كان هو مدرب النمر الابيض لجبل سانت كاترين، جبل موسى في سانت كاترين قصدي، استاذ مازن. استاذ مازن كان هو المدرب بتاع محمد النمر الابيض. محمد كان متلازمه دون، ومازن كان اعاقه حركيه.
فكان تخيلي يعني المدرب بتاعه كده، وكان عنده، هو بيتسلق جبال كتير على فكرة، مش جبل موسى بس، لا ده هو تسلق جبال كتير. هو اشتغل على نفسه كويس، وخصوصا وكان حلمه البرلمان. نعم. ففي لا الفرصة كانت متاحة، وما زالت على فكرة هي متاحة. أنا ما شفت أعضاء في البرلمان حتى الأعوام اللي فاتت، لا الناس دي على فكرة عندهم وعي مش طبيعي، والشغل بتاعهم بيكون جد جدا. نعم. وقوانينهم بتكون في الصميم، وشغلهم على القوانين بتكون في الصميم، لأنهم بيتعاملوا مع الحالة مش كحالة، حالة هم حاسين بيها، هم عايشينها، هم مصدقينها. دي حقيقة حلوة. يتبقى بقى جزء انت عديتي عليه كده استاذة انجي. ايه هو؟ المجتمع بشكله وبنمطه، المؤسسة لما بتتعمل لازم يراعي ان كل، مش كل الزوار او كل الناس اللي هيروحوا المؤسسة دي كلهم يعني اصحاء، فلازم يبقى في هناك مراعاة لذوي اي حد يكون عنده نوع من انواع الإعاقة مثلا. اكيد طبعا. الجراجات مثلا لازم يبقى في جراج مكان مخصص ليهم. السلالم، آليات الصعود بتاعت المصاعد، الحاجات دي. شايفة احنا في مصر بدأنا نطبق هذا النمط من الاعتناء والاهتمام بيهم؟ هو احنا بدأنا فعلا، بس يعني مش في كل المنشآت. انا كنت في زيارة للجلالة وشفت الأماكن الخاصة بالكراسي، الصعود، كل مبنى في مكان خاص للصعود العربية اللي هي الكرسي بالعجل. وفي أماكن خاصة لمشي العجلة نفسها. لا في اهتمام، والنوادي هي ممكن تكون هي، بس في حاجة، وده كان طلب لحد برضو كان متواصل معايا، البنوتة برضو كانت عاوزة تيجي، بنوتة من شبرا. ودي أنا بعتذر لها جدا أن أنا ما قدرتش أعمل لها حاجة. هي كانت محتاجة تيجي الجمعية عشان تنضم لفريق البرنامج، بس للأسف كانت محتاجة باص. الباص اللي هو متخصص اللي فيه الجزء بتاع الكرسي مش متوفر كتير. هو باص تقريبا معرفش هما 2 3 على مستوى القاهرة، هما دول اللي موجودين، مش مغطي العدد. فدي ده يعني خلاها، احنا عاملين حل يعني البديل ان ممكن حد يروح يجيبها بالعربية تاكسي، بس مش دايما بنبقى بنقدر نوفر ده. الباص ده يا فندم هو تبع النقل العام يعني؟ المفروض هو ده تبع النقل العام. بس هو مش كتير. نعم مش يعني كتير. احنا محتاجين ان ده يكون كتير، لان بس ده خطوه كويسه ان فيه، هو فيه بس هو احنا فيه. عايزين نزودها اكتر، نزودها. لان النسبه كده بالشكل نزودها ده لان في 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 انا لسه فاكره الحاله لو حضرتك بتتكلمي. يعني انا هي عاوزه تيجي بشكل يومي، عايزه تكون متواجده في وسطنا بشكل يومي. وده انا مش هقدر اجيبها كل يوم بشكل يومي، لكن لو في باص، لو في مترو مثلا، مثلا ممكن تقدر هي توصل له بسهوله وتطلع بسهوله. ده هيوفر عليها، هيديها مساحه ان هي تخرج فعلا. نعم هي دي الحته، الجزء ده بس ان شاء الله. يا ريت يا ريت بيبقى لهم اخدوا بالهم، وبقى في عدد ولو انه قليل يبقى التكثيف العدد اسهل بكتير. وخصوصا كمان في المترو يعني يعني خطوط المترو يكون فيها الجزئيه دي تكون متوفره. مش هنقول يعني انا ما اعرفش هي متوفره في موضوع المترو ولا لا، بس يا ريت تكون متوفره في كل الباصات والمترو وفي كل المواصلات. تمام ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى ده فعلا، ونتمنى ان ده يكون حاصل وفي الخطه كمان في عمليه تطوير تطوير الآليات يعني الوسائل المواصلات المختلفة. إن شاء الله, شاء الله. يكون ده مطروح. أستاذة إنجي نورتينا وشرفتينا، وتحياتنا طبعا لكل الناس. زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة، أنتوا بتعملوا دور مهم قوي، وإن شاء الله ربنا يعني يكلل كل هذا المجهود بالنجاح اللي يرضيكوا. وطبعا يعني مش عايزه اقول لكم بقى انتوا قد ايه هتبقوا ليكم محبه وليكم حتى جوه قلوبنا احنا جميعا، الحمد لله.
اللي احنا مش بنقدر نعمله انتوا بتعملوه. الحمد لله، بشكرك شكرا جزيلا. بنشكر طبعا يعني كل من قدر ان هو يقدم حاجه حلوه في طبعا شهر 12 ده الشهر اللي احنا اللي الدوله دايما متخصصه ان هي تعمل فيه تحتفل بذوي الهمم كل سنة. ويعني بنشكر كل إنسان على وجه الأرض بيقدم بسمة وطبطبة لذوي الهمم. صحيح. بشكرك أستاذة إنجي إبراهيم رئيس إحدى الجامعات المتخصصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدي الكرام أيضا بشكركم شكرا جزيلا وبقول لكم كلكم يا رب تصبحوا على ألف خير.